السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه صدقة دوسة. وغادي نحاولوا نشوفوه من خلال جوجل ماب. ها انتم كيفاش كيبان من جوجل ماب. هذا هو صدقة دوسة اللي جاء على واد غير جا مدينة بودني بالمغربية اللي قريبة من الحدود الجزائرية. هذه كما كتشوفوا قصر بودني، وحده تجمعات سكنية ومدينة ديال بودني، قصر الطاوس. ثم كما كتشاهدوا أعزائي المتابعين، هذه هي مدينة بودنيب اللي جت مع الحدود ديال الجزائر. وهذا صدقة دوسة منذ الإنشاء ديالو فسد جوف التربة الجزائرية، المنسوب ديالو انخفض بزاف ومهدد بالجفاف. هنايا غادي نشوفو سد قادوسة في المغربية، قصر الكرعان. هاد السد جا كما قلنا جا على واد غير. شوفوا أعزائي المشاهدين الكبار ديال السد، وبفضل هاد التساقطات الأخيرة اللي دازت في هاد الأسابيع القليلة الماضية، والسد غادي يخزن 33 مليون متر مكعب في السنة، وغادي يزود 15,000 نسمة بمياه الشرب، إضافة إلى سقي 5,000 هكتار من الأراضي الفلاحية بهذه المنطقة. هانتوما كما كتشاهدوا جا في موقع مزيان، وجا هذا السد غادي يعطي أو غادي يساعد الفلاحة ديال هذه المنطقة هذه، ويساهم في تنمية المنطقة وتحسين العيش ديال هاد الناس. هانتوما كما كتشاهدوا أعزائي المشاهدين، هذه كنظن بحال شي طريق، كنظن يعني شي بيست هي مرقمة، كنظن طريق. وهذا هو واد غير، وهذه اللي كتشوفوا أعزائي المشاهدين هذه هي الحقول اللي موجودة على جنبات الواد واد غير. غيتم سقي 5,000 هكتار من هذه الأراضي الفلاحية اللي غادي تعطي واحد الدفعة قوية للفلاحة في هذه المنطقة ديال بودنيب اللي كتعاني من الجفاف وندرة المياه. هانتوما أعزائي المشاهدين كما كيبان من الفضاء، كما كيبان من القمر الاصطناعي المغربي. هذا هو الحائط أو الحاجز المائي ديال السد، والحقيقة الإجمالية ديالو 220 مليون متر مكعب، يعني سد كبير. وكاينين عدة سدود في هذه المنطقة، ولكن هذا هو السد الكبير. وهذا واد غير كما قلنا تشيدوا عليه عدة سدود اللي ما غاديش تخليها مياه ديال هذا النهر هذا ولا هذا الانهار اللي كاين في هذه المنطقة انها تدوز للجزائر. كاين من بعد سد قادوسة كاين سد بوعنان اللي حتى هو في طور الانجاز. هانتوما أعزائي المشاهدين هذا هو السد، شوفوا الكبار ديالو، شوفوا الحقينة ديالو، الحجم ديالو، السعة ديالو. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوش تشجعونا بلايك والاشتراك في القناة
باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم.